بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم. هذه الحلقة بالنسبة لي من أصعب الحلقات، هي حلقة وجع القلب، هي حلقة الشعور بالحزن، لكنها حلقة مهمة، لأن الحلقة دي عن الشهيد. الشهيد في حياتنا، احنا بنعيش وناكل ونشرب ونضحك ونتناسل ونخرج ونتفسح ونتفرج على التلفزيون، لكن في غيرنا بيموت علشان احنا نعيش. واحد بيموت عشان انت تقدر تعيش. يجب ان احنا ما ننساش اللي هو ادى حياته عشاننا، يجب ان احنا نكرم اللي بيحط حياته في خطر عشاننا. القصة دي ملهاش علاقة بان احنا نكون تبع السلطة اللي فيها الشرطة او اللي فيها الجيش. القصة ليها علاقة انه هناك حارس لبوابة مصر، حارس لحياة أبنائي وأبنائك، لحياة زوجتي وزوجتك، أختي وأختك، بنتي وبنتك، حارس علينا. هذا الحارس لابد أن احنا نقدره ونحترمه، وإذا أصيب نداويه، وإذا استشهد نحيي ذكراه ونقول لأهله احنا معاكم واحنا بنحترم قيمة الشهادة، لأنه أغلى ما في الحياة هو النفس. فمن يضحي بأغلى ما في الحياة يستحق منا كل التقدير، ولا يجب أن يكون نسيا منسيا. لما يكون في أسرة شهيد عندها معاملة في أي مكان من أجهزة الدولة، حتى لو كان استشهد من 100 سنة، لازم نشيلها على رأسنا. لما يكون في أب شهيد له طلب، لازم نشيله على رأسنا. لما يكون في بنت أو ابن شهيد محتاج عن مساعدة، يجب نكرمه ونشيله جوه عينينا وجوه قلبنا. ده مش شعر، ده مش كلام عاطفي، ده الواجب. واجب اللي ادانا حياته نديله عينينا، واجب اللي بيحمينا في حياته حينما يترك هذه الحياة ثمنا للدفاع عنا، ان احنا نقول له احنا بدالك واحنا موجودين، واحنا ولادك ولادنا وأسرتك أسرتنا، وإحنا بنهتم بيك زي ما أنت بتهتم بينا. فكرة الشهادة هي قيمة عظيمة، يجب أن احنا نهتم بيها. في ناس بيستشهدوا لأن هم انتحاريين، وده ما عرفش، أنا ما أقدرش أتألى على الله سبحانه وتعالى وأقول إذا كان ده شهيد ولا لا. لكن اللي بينتحر في حكم كل الفتاوى اللي أنا سمعتها على قد فهم المحدود، هو خارج عن الدين والملة وكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله كرم النفس البشرية، ومن يزهق هذه النفس حتى لو كانت نفسه فهي تعدي على قيمة كبيرة جدا أعطاها الله لنا وهي النفس. الأزمة كمان أنه لما يكون حاجة فيها قاتل وقتيل، للأسف اللي بيروح يقتل أو يسعى للقتل بيعتقد أنه هو ذاهب في الجنة، لأنه البعض بيفسر ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم إنه هو اللي رايح في سبيل الله. في هذه الحلقة هنعرف يعني إيه إن أنا أكون في سبيل الله، لأن شرط احتساب الشهادة هو أن يكون في سبيل الله. وسبيل الله ليس في سبيل المرشد، وليس في سبيل القاعدة، وليس في سبيل الظواهري، وليس في سبيل الطاغوت أو الطغاء أو الاستبداد، ولكن في سبيل الله. ومن يدافع عن عرضه وماله ووطنه وابنه وكل عيلته هو في حقيقة الأمر حسب ما فهمنا وكما علمنا سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، هو في سبيل الله، وبالتالي بشر